سعدتم مساء، أرحب بكم ونحن نختتم الأسبوع الثقافي الأول الذي تشرف عليه مجلة أكسيولوجيا التي تصدرها الجامعة. لمن لم يحضر أنشطة هذا الأسبوع، كانت هناك ندوة حول السياسات الثقافية، اشترك فيها حوالي 10 شباب. في اليوم الثاني كان حلقة نقاش مع مؤسسة تجرد حول الإعمار القيمي. في اليوم الثالث عبير منينة ألقت محاضرة حول النقابات العمالية في ليبيا بين التشظي والتعدد. بعد ذلك كانت هناك ورقة حول هوية الاقتصاد الوطني، دكتور ناصر بخشيم معقب عليها دكتور فتحي المجبري. بالأمس كان دكتور محمد المفتي اللي ألقى محاضرة حول الجذور البيولوجية العدوانية. اليوم سوف ألقي ورقة قصيرة بعض الشيء، يفترض ألا تستغرقني سوى 20 دقيقة. عدلت قليلا في العنوان، أصبح العنوان احترازات المزاوجة بين النضالين السياسي والمعرفي. أبدأ بقولنا الاحتراز، الاحتراز صنم الحكمة، يعني حتى في الإنجليزية prudence هي الاحتراز وهي الحكمة أيضا، فهناك علاقة بين الاحتراز والاحتراس والحذر والحكمة. الفكرة أن هناك تمييز يغفل البعض عن عقده بين استحقاقات نوعين من النضال، النضال المعرفي والنضال السياسي. ولا أقصد بالدعوة إلى التمييز بينهما، أو لا أقصد من الدعوة بالحرص على التمييز بينهما، دعوة إلى تجنب الجمع بينهما، بل هي دعوة إلى تجنب الخلط بينهما. ما أود تبيانه هو أن للنضال المعرفي أساليبه وآلياته، معاييره وأحكامه التي تختلف عن نظائرها في العمل السياسي أو النضال السياسي، وأن على من يمارسهما معا، وكثير منا يفعل، أن يعي ذلك جيدا وأن يحترز من خلط الأوراق. طبعا عبارة النضال المعرفي ليست مألوفة، نضال سياسي معروف، فدعوني أمضي بعض الوقت في تسويق هذه العبارة التي لا تبدو مألوفة بما يكفي. أعتقد أن للنضال المعرفي تماما كما للنضال السياسي جناته وضحاياه، وحسب تمثيلا أن أذكر أو أذكر بالحكم على سقراط بتجرع السم بسبب آرائه الفلسفية، وعلى جوردانو برونو بالحرق بسبب آراء الفلكية، كان أحد أنصار كوبرنيكس، وعلى ناصر حامد أبو زيد بتطليق زوجته وبتكفيره بسبب آرائه الدينية. ولا يخفى أن السبب الحقيقي وراء كل اضطهاد معرفي، أو بالأحرى كل اضطهاد يلقاه الفلاسفة والمفكرون والعلماء، دائما وراء السبب الحقيقي هو الاصطدام بقوى متنفذة، قد تكون دينية أو سياسية أو اجتماعية وما إلى ذلك. الحديث عن الحرية الفكرية، لاحظوا لما يحكوا على حرية فكرية قريبة من الدعوة الحرية السياسية، يوقف في ناس في طغاة
يحاولون تقييد الحرية الأكاديمية، وبالتالي في الدعوة للحرية الأكاديمية نوع من النضال المعرفي. الحرية الفكرية بصفة عام والحرية الأكاديمية بصفة خاص يحيل على ما يقاه المفكرون والعلماء من رهق في ممارسة نشاطهم المعرفي، بما يسوغ وصف سعيهم المثابر إلى توسيع ما يضيق عليهم من براحات بالنضال المعرفي. فضلا عن ذلك، فإن الأعمال الذهنية النسقية، أي عمل ذهني نسقي حين يمارس كما يجب في هذا النوع من الأعناب مجاهدة وعنة وتبتلا وتضحية، تلحق بالنفس نصبا وكبدا لا يقل فداحة عما يتعرض له المناظرون السياسيون. أعتقد أن العملية المعرفية فيها جانب إبداعي رئيسي، وأن هذا الجانب غير التضحيات الأخرى مرهق حقيقة عندما يمارس كما يجب على المستوى النفسي. طبعا كثير من أبحاثنا العلمية لا تمارس على هذا النحو، كثير من أبحاثنا العلمية الأكاديمية ليس فيها رهق ولا نصب ولا كبد ولا ليش؟ لأنها تفتقر إلى العنصر الإبداعي اللي فعلا فيه مجاهدة وعانت زي ما قلت. لاحظوا أن البحاث العاملين في المراكز البحثية والسياسيون المنتمون إلى أحزاب سياسية قد يمارسون في آن واحد أنشطة سياسية ومعرفية، هذا واضح، والساسة قد يوظفون ما يقومون به من أنشطة معرفية كالأبحاث والاستطلاعات في تحقيق مقاصد سياسية ولا تثريب على ذلك. شيء مشكل أن يكون عندك ذراع معرفي كحزب، بالعكس هذه حاجة كويسة ما داموا يدركون أن هذين الصنفين من الأنشطة لعبتان تحكمهما قواعد مختلفة إلى حد يحول دون المقارنة بينهم. فكرة التو بارادايمز، كل واحد يشتغل بارادايمرا وما نخلطوش الأوراق، لأن أي تخليط الأوراق لها عواقب غير حميدة. شنو العلامة البارزة اللي تميز النشاط السياسي؟ اللب بتاعه. أعتقد أن في لب أو في صميم أي نشاط سياسي محاولة مثابرة للدفاع عن حكم قيمي خلافي. بالتعريف، أنت سياسي إذا أنت خلافي. قد يسهم الحجاج المعرفي في التقليل من حدة خلافيته، موقف السياسي خلافي، ممكن المعرفة تقلل من حدة خلافيته، ولكن ليس إلى حد تطهيره منها، ظل هناك بقايا عنصر أساسي خلافي. ومهما بدأ التوجه السياسي من منظور صاحبه مقنعا وبدهيا، وهذا حالنا طبعا، كل واحد يدافع عن وجهة نظر سياسية راه تبدو له مقنعا وجيها. أقول مهما بدأ التوجه السياسي من منظور صاحبه مقنعا وبدهيا، ثمة باستمرار توجهات سياسية مخالفة لا تقل من منظور أصحابها إقناعا وبدهة. راه زي ما أنت الوحدة الوطنية تحك فيها، راه حتى الآخر يحك فيها بنفس الوضوح. فلا يظنن مناظر سياسي أنه بارتكانه إلى العلم قد منح لنفسه شرعية الجزم بصحة رؤاه
وبطلان رؤى الرؤى التي تخالفه. فحتى النشاط العلمي بكل انضباطه الإبستيمي لا يتظاهر بالظفر بمثل هذه الشرعية. لا يظنن سياسي إن بارتكانا للمعرفة للعلم أن حصل شرعية الجزم بأحكامه. روح الشرعية هذا حتى العالم ما عندهش. بكل انضباط المعرفي وبكل حيادة القيمة. فأدعى أن السياسي المنحاز قيميا شرعيته بالجزم أقل من شرعية العالم. خليني نطور فكرة بالحقيقة مش في الورقة، يعني خطرت علي في الطريق ممكن تطويرها، يعني حطتها في السياق. ممكن الفكرة نوضحوها أكثر أو نأصلوها بالفرق بين مفهومين مألوفين لدينا تماما، الاعتقاد بالرغبة belief and desire. بيش الفرق؟ شو الفرق بين belief والdesire؟ الاعتقاد، ما كش اعتقاد علمي ولا أي اعتقاد، هدف أن يكون مرآة للعالم. يعني يجب أن الاعتقاد يعكس العالم باش يكون صح، باش يكون صادق. يعني حتى الحقيقة شنو تعريفها؟ هي مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان. هذه الفكرة. يوقف الاعتقاد، نحن بدنا شنو؟ أن اعتقاداتنا تكون كما يكون العالم، في الرغبة بالعكس، في الرغبة أن نبو العالم يكون زي ما نبوه نحن. نعتقد أن حاجة قريبة من هيك اللي سارة في العلم والسياسة. العلم بيعرف شو سائر في العالم، السياسي يبي يغير العالم، ومن حق ذلك. لكن يبي يعرف أن راه وهو يغير في العالم راه يحسب روحه عالم، وراي هذه مش غريبة. راه ماركس قالها بالحرف، ماركس قال لقد أنظر العلماء وقتا طويلا في محاولة فهم العالم وقد آن الأوان لتغييره. تمام أوكي معناه. لكن جيني بعدين يا ماركس يقول راهي نظرية علمية. لا وقفا. وهذا طبعا زعم ماركسي أساسي. ماركسي لما يحكوا يقول لك راهو اللي عندي أنا مش راي، هذا علم. لا راهو راي. واضح الفكرة؟ وطبعا لاحظوا ان الخلط اللي يصير بين البليف والديزاير وين قاعد بالضبط؟ في الوشفول ثينكينج. لاحظوا ان ثينكينج هو اعتقاد، لكن وشفول رغبوي. هذه خلطة، هذه الخلطة اللي يجب ان نحذر تماما من الوقوع في براثنها. أعتقد أن في كل تقني، لما أقول تقني أقصد علماء التقنية as opposed to scientist، okay؟ في كل تقني وفي كل خبير شيء من السياسة، مهما تظاهروا بالتوجهات المعرفية. حتى الخبير، أعتقد الخبير أن الخبير مسيس. ليش؟ لأن الخبير راهو في النهاية اللي يخليك عالم هو أن هدفك أن تفهم العالم، أن تفسر ظواهره، نقطة.
أي حاجة تديرها أخرى للعالم، تبي تحل مشاكله، تبي تسخر البيئة في خشة سياسة، خشن قيم. وراه مش معناه خشن قيم هذه معناها ملوثة، لا لا، راه كلها تحتاجها. أنا راه اللي أدعو لهم غير فرق، بس راه بس حسبوا كلامي أنا ضد الساسة وضد الخبراء، لا لا لا، بس المهم يفطنوا وش قاعدين يديروا. وبالتالي لما يجي يقول لك هذا خبير، راه يظهر بكل تبجح العالم، لكن أفضل راه خبير معناها في جهة استشاراته باش يدلي برأيه في حل مشكلة، وقد تكون وفق توجهات بعينها، وفق تحقيق أهداف بعينها، وأيضا لا تثريب على ذلك طالما زي أدركنا ما نقوم به. زي ما قلت، وفي عصرنا الحالي يمارس النضالان خلسة أحيانا على أيدي من يوصفون بالخبراء، ذلك أن الخبير يوظف العلم في حل إشكاليات بعينها، وكثيرا ما تكون حلوله مثقلة بحمولات قيمية سياسية أو أيديولوجية تتصادى مع توجهات قيمية سياسية أو أيديولوجية يتبناها طالب مشورته. وانتوا شوفوا يا جماعة، انتم غير حطوا مجموعة خبراء مع بعضهم وشوفوا كيف قاعدين يختلفوا في قضايا تبدو مفرغة تماما قيميا. يعني بعد سعر الصرف شندرولة، قضايا تبدو اختلافات. ليش؟ لأن في حتى تخرج يشتغل. بديت في حل مشاكل، خلاص بدأت اللوثة، لوثة مش لوثة، اللوثة متاع أو خلينا نقوله بدأت شوائب القيم تشتغل. غاية النضال المعرفي كما أسلفت حين يمارس كما يجب إبستيمية صرف، فيتتمثل في السعي وراء الحقيقة بغية توظيفها في الفهم والتفسير. رأوا اللي تقرأوا فيه في مناهج البحث العلمي أن أحد أهداف العلم السيطرة على البيئة، غلط. تقنية هدفها السيطرة. ولذلك وهذا التمييز أساسي بين العلم والتقنية. ليش؟ لأن الآن في دعاوى ظلامية رجعية متخلفة تقول لك العلم هذا شدرنا به، ما هو اللي دمرنا العالم، ثقب الأوزون، التلوث، ما ذاك إلا من العلم. حتقول لا، مش العلم هذه من التقنية. لكن ما تقولش الخيرات الأخرات بالعلم، لا، حتى كلها تقنية، حتى الموبايل هذا تقنية. عشان نبكي دائما نحن لما نحكوا على التقنية ديما نقولوا راهي التقنية ما تجيكش وحدها، تجيك بقيامها. واضح التدخل القيمي في التقنية. قلنا هدف العالم شنو؟ انه يفهم. وليش بيفهم؟ باش يفسر. أما المناظر السياسي فقد لا يعبأ بالفهم أو التفسير قدر ما يعبأ بحشد الأنصار والحظوة بنصرتهم، بل إن الطغاة يفضلون نصرة الدهماء الأقل استعدادا للفهم والأضعف قدرة على التفسير. عند خير لهم يتعباش. ليش؟ لأنه أصلا يحق في الحقيقة، يحق في الفردوس الأرضي، وعارف الطريق إليه. نبي ناس، كنت أتذكر عبارة إزايا برلن، إذا كنت أنا أعرف الحقيقة، إذا كنت أعرف الطريق إلى الفردوس الأرضي، إذا كنت أعرف خلطة الأومليت اللي حتخلي العالم سعيد، فلا يهم عدد البيض الذي يتم كسره. لكن زي ما يعقب برلين، يقول لك المشكلة أن الحقيقة الوحيدة اللي تبقى هي الموت والأموات. عادة كسر البيض تتنامى، لكن العجة تظل غير مرئية. ولكم في النظام السابق أسوة حسنة أو سيئة. أكثر نظام حكى على الأومليت، على الفردوس النعيم الأرضي اللي نحقه في بيض تكسر باستمرار، لكن ولا حقينا لا عجة ولا
أما المناضل السياسي فقد لا يعبأ بالفهم والتفسير بقدر ما يعبأ بحشد الأنصار، بل إن الطغاة يفضلون نصرة الدهماء الأقل استعداداً للفهم والأضعف قدرة التفسير على نصرة من يبدون استعداداً دائماً للنقد والاختلاف. والحال أن هذا متوقع من كثير من المناضلين السياسيين، خصوصاً منهم من يعتقدون جازمين بأن خلاص الأمة لا يكون إلا بتبني رؤيتهم لمستقبلها. فلا يبقى إذن سوى البحث عن سواعد فتية، عضلات نبو من البشة. وفي حين أن النضال المعرفي يسمو ما استطاع إلى ذلك سبيلا عن التشيعات والتحيزات القيمية، فإن النضال السياسي قائم عليها، وقد لا يجد غضاضة في أن يتوسل في الترويج لها مختلف الآلية بما فيها النضال العلمي. يعني النضال العلمي أحد أضرع النضال السياسي قد يكون. طبعا لاحظوا أن الخلط بين النضال العلمي أو النظام الإبستيمي والنضال السياسي هو راه ما هو إلا تمظهر الآن أكشف النقاب عنا لخلط قديم، خلط بين قيمتي الحق والخير. النضال المعرفي أساسا معني بقيمة الحق، بقيمة الحقيقة، يبي يعرف النواميس التي تحكم العالم حتى يتسنى له تفسير ظواهر. هذاك لا خير، هذاك يحكي عليه عدالة اجتماعية، يحكي عليه مساواة، يحكي يبقى شغلانة مختلفة تماما. وتماما كما أن كان تذكروا في لقائنا مع تجرد، تماما كما يجب أن نحترز من الحكم على العمل الفني بمعايير أخلاقية، أيضا يجب أن نحترز من خلط الأوراق بين قيمة الحق اللي هي العلم ومن قيمة الأخلاق. والغاية من التمييز بين النضالين المعرفي والسياسي هو أن يمسك المناضل السياسي عن توظيف نضاله المعرفي على نحو ينصاع إلى توجهاته السياسية، وأن يكون مراد نضاله المعرفي خالصاً لوجه الحقيقة، وأن يسعى في طلبها باستخدام منهج التحقق مما يختبر من فرضيات، وأن يقبل ما يسفر عنه استخدامه إياه من نتائج حتى إذا استبين أنها ليست مواتية لتوجهاته السياسية. خلينا نعود الفقرة هذه، وحصلت لنا تجارب حتى على مستوى الشخصي. فكرة أنك أنت تمارس نضال معرفي تمام، وأنت سياسي ما عندكش مشكلة، لكن أفضل راهو توجهات السياسية تعتم على نضالك المعرفي. يعني أذكر أن لما درنا زمان في مركز البحوث الاستطلاع متاع الدستور، أوكي، وطلعت نسبة الفيدرالية متدنية، نحكي عليها 2012-2013. يعني هجمنا هجوم من ناس راهو من كبار المثقفين، لمجرد أن البيانات اصدمان ما كانش زي ما. وهذه فكرة الوشفول ثينكينج هي هذه. وحتى تم في نوع من التنافس متاع انقرت بالحرف الواحد عبير منينة وزاهي المغير بن نجيب الحصار، ايش علاقتهم بالحصار اللي يدور استطلاعات اللي سموا فيها في الليترشر أد هانمان، غلوطة شخصية. أنت ما تشوش فلان شنقال، لا تجمع وجه شخصية.
وطبعا زي ما قلت لكم راهم ناس من كبار المثقفين وكبار الاعلاميين قالوا الكلام هذا. ليش؟ لان طبعا لاحظوا الشحنه العاطفيه التي ترتبط بالمساله القيميه. راهو اللي يتبنى قيمه راهو في جانب انفعالي في الموضوع، مهما حاول يضبطه هو موجود. فما ننساش المسألة هذه. واحدة من الأسئلة اللي صارت في ذهني، هل المفروض مؤسساتنا التعليمية، طبعا هذه عبارة مكرورة، وقنوات التنشئة تعمل على تعزيز الهوية الوطنية؟ يعني معظمنا حيقول نعم، وأنا أقول لا. يعني أنا سعيد جدا وأنا نقرأ في الأهداف متاع الجامعة ومخرجات، سعيد جدا إني ما لقيتش حاجة لها علاقة بالوطن. طبعا كلامي مفاجئ شوية، لكن فكرتي كالتالي. شوفوا راهو ممكن اللي قاعدين هذو كلهم مع الوحدة الوطنية، وانا واحد منهم، لكن ضروري رغم اننا مجمعين على هذا ان لا ننسى ان هذا موقف قيمي، موقف سياسي، وراهو في ناس عندهم انتماءات دون وطنية وعندهم انتماءات عابر الأوطان. نختلفوا معاهم نعم، لكن حكاية من هو اللي صح، اللي السؤال هذا ما عليهش إجابة. عند إجابة يحسمها الاستفتاء على الدستور. لو دلنا استفتاء وطلعوا معظم الليبيين فيدراليين عندهم انتماءات دون وطنية، يبقى هذه الإجابة الصح متاع الهوية الوطنية مع استدراك واحد، مع استدراك مهم. أعتقد أن حديثنا الآن في هذه الفترة عن الهوية الوطنية استحقاق انتقالي، بمعنى ضروري نتكاتف لتعزيز الهوية الوطنية. ونلخص الفكرة في شعار: لنؤجل اختلافنا على الوطن إلى أن يكون لدينا وطن نختلف عليه. خلينا قبل نديروا وطن، نديروا ليبيا، بعدين نديروا دستور هو اللي يحدد نوع الهوية بتاعتنا، هو اللي ممكن يقول ولا هوية ولا إسلام وعروبة حقوق مواطنة، أو يقول لا نحن عرب اللي يقول اللي يقوله. لكن الفكرة ضروري نتشبث بأن يكون لدينا هذا الكيان. يعني فكر علي الريشي في 72 دار محاضرة عنوانها مزيد مذكرة: تعالوا نتفق لكي نختلف. وهذه فكرة الوفاق الوطني توا، خلينا نتفقوا باش بعدين نختلف. يبقى راهو حكاية أنا هويتي، والله يا جماعة راهو ما تنسوش أن هوية الأجيال اللي أنا أنتمي لها، رأي جماعة هذه حكيت لي أكثر مرة، درنا لقاءات مع شباب، درنا حلقة نقاش اسمها هويات الجيل الطالع. راهو نحن في وادي هم في وادي، راهو انتماءاتهم عابرة مش للأوطان وللثقافات، إنسية هيومانست، يعتقد علاقته بأشخاص في ثقافات أخرى في أديان أخرى أقوى من علاقته بالليبيين. بيقول ليش هذا غلطان؟ لا لا، وأنت من اللي تقول لي هو غلطان ولا صح؟ راهي الهوية مش حاجة ناجزة سكونية، الهويات تصنعها أجيالها. راهو نحن باستمرار نحكوا على هويات الأسلاف، وهذا خطأ لأن ما عندناش هوية حاضرة جديرة بأن نفتخر بها.
أنت باش تفخر أنت يلي عشت آخر 50 سنة في هالبلاد؟ باش تفخر؟ ما عندكش إلا الماضي، لكن هذا لا يمنع من أن الأجيال القادمة تكون لها هوياتها التي لا نصادر حق الأجيال القادمة. ما هذه فكرة التنمية المستدامة، هذه هي الهوية المستدامة. نذكر في حزب سياسي يعني على دراية بالإدارة، مرة دار استطلاع علي من اللي فرصة أكبر في الرئاسة، مصرفوا عليه آخر، وكانوا توقعهم شخصية معينة، طلعت مشكلة رغم كل مصرف عنه. وأنا يعني شاهد على الحادثة هذه، وفي اللي تلعب حتى في الاستطلاع. راهو اللا استطلاع أفضل من الاستطلاع السيء، لأن الاستطلاع السيء يدير في مصيبتين: الأولى يضلل في الرأي العام، والثانية أنه يفقد الثقة في الاستطلاعات حقيقية، زي فكرة الفوتوشوب. رأي الفوتوشوب مش فقط يلعب عليك، لا، أنت بعد ما تكتشف اللعبة ما عادش تثق في أي صورة، حتى الصورة الحقيقية تفقد مصداقيتها. وطبعاً الاستطلاعات هذه واحدة من الحاجات واحدة من الآليات المفضلة في النضال المعرفي الذي يمارس ضمن إطار النضال السياسي. في النظام السابق، وكلنا نعرف ذلك، عقدت مؤتمرات برعاية رأسه وصفت بأنها علمية. ذكروا الاستعمار والفراغ عدد كبير جدا من المؤتمرات التي كانت توصف بأنها مؤتمرات علمية، وبالتالي نضال علمي، مورست فيها خيانة صريحة للمنهج العلمي. الكتابة التاريخية أيضا لم تنجو من العبث النظام الجماهيري، هناك رموز وطنية طمست، هناك وقائع اختلقت ليست حقيقية. طبعا لاحظوا ان هيجيني واحد يقول لي والله انت تصورك للعلم تصور ظهراني قاعد تفرغ فيه من التشيعات والقيم، بينما الحقيقة مشكلة، رغم ما حتى العلوم الإنسانية فيها قيم، وحتى هي تصادر على قيم، وحتى هي ملوثة. إجابتي أن نعم، العلوم الاجتماعية عندها مصادرات قيمية، لكن أعتقد أن القيم التي تتبناها العلوم الإنسانية قيم إنسانية، بمعنى أنها إلى حد كبير مشتركة بين البشر. ليست هناك خصوصيات ثقافية تميز علم الاجتماع مثلا الأمريكي عن علم الاجتماع الفرنسي، أو حتى كان فيه بالحد الأدنى. وبعدين راهو دائما نحكي عليه أن الأوبجكتيفيتي كمثال أو كهدف كغاية صعبة المنال، لكن هذا لا يعني التخلي عن هذا المثال. صعوبة اقتناص الموضوعية لا يعني الرضا بالذاتية، لأن هناك بديل آخر بين الذاتية اللي هي subjectivity وبين الموضوعية اللي هي objectivity، في حالة اسمها inter subjectivity نسمي فيها التذاوتية. بيشني التذاوتية هي أنك التحقق الجمعي توافق هو اللي حيقلل من التشيعات الفردية والأهواء الفردية، يقلل منها قدر الإمكان. وهذا ما يحدث في هذا. ليش العلوم الحديثة تؤكد على الانتر ديسبلينارتي، على الفرق
العمل عليه. وهذه ثقافة لم تتكرس بعد، مش لم تتكرس، لم تبدأ بعد في بلادنا، يعني ما زال بحاثنا الأكاديميين الكبار. لما نقول الكبار معناها أدعى حتى صغار، ما زال كل واحد يشتغل وحده. فكرة التراكمية، فكرة العمل الجمعي، ما فيش. وبالتالي الذاتانية قاعدة طاغية، وراه نحكي على علوم إنسانية. أختم بهذه العبارة، ومهما يكن من أمر، إذا كان المناضل المعرفي بكل احترازاته التحققية وانضباطه المنهجي يظل يصف ما يخلص إليه بيش بالفرضية. شوف الحياة المعرفية اسمها hypothesis، هذا وين في الساينس، في pure science، ويستنكف عن وصفها بالحقائق. فأحرى بالمناضل السياسي بكل تشيعاته وانحيازاته أن يمسك عن الاعتقاد بأن حزبه وحده الذي يدرك أمثل السبل لحل مشاكل المجتمع والعالم. وبهذا المعنى فإن الحكم بوجوب تحري التمييز بين النضالين المعرفي والسياسي يضمر دعوة إلى التسامح والتعددية وقبول الرأي الآخر، ويمهد للمصالحة الوطنية في البلدان التي تمر بصراعات أهلية. والأهم من كل ذلك أنه يحض على الحياء المعرفي الذي يتجلى في إدراك المناضل السياسي أن آراءه السياسية ليست في نهاية المطاف سوى تعبير عن وجهة نظره المفضلة. استمتعنا من هذا الحديث، ولكن هناك الكثير من الملاحظات حوله. أولاً يعني ممتن جداً يعني للحضور وللمشاركة حتى وإن كانت قليلة لهذا النشاط اللي إحنا في أمس الحاجة له. يعني إحنا محتاجين أن تكون هناك نقاط مستمرة وهناك نقاط حوار، أن يكون هناك فعلاً يعني دور لمؤسساتنا الأكاديمية والعلمية في خدمة المجتمع وفي خلق هذا الحوار ده. وهذا يتعارض مع الفكرة، لأنه مهم جدا معرفة الدوافع حول يعني هذا الطرح. الواقع يقول شيء آخر، يعني الفلاسفة لديهم رؤى من التفكير هم وذلك، لكن عندنا رجوع للواقع. أنا نقول لأن إحنا لدينا مشكلة، سواء كان في التوجه المعرفي أو حتى السياسي، في إشكالية قائمة. طبعا مسألة النضال، نقول يعني يكون النضال عندما يكون يعني المرجع والمقصد هو إحداث التغيير، وهناك مقاومة لهذا التغيير، وبالتالي يكون هناك نضال. لكن مسألة أداء المهمة المعرفية والبحثية يعني مسألة يجب أن تكون بلا قيود. يعني هذه في الشيء المثالي اللي مفروض تكون بحث عن الحقيقة وتطوير الآليات، هذه كلها يعني مسائل تهم المؤسسات الأكاديمية والعلمية و مراكز البحث. وهذا احنا مشكلتنا ان ليس لدينا في حقيقة الامر يعني نشاط يرتقي الى مستوى، مش النضال يعني، الى مستوى ان يحقق النتيجة المستوخاة واللي احنا محتاجين لها في معالجة مشاكل المجتمع يعني وفي المشاكل. يعني شوفوا في البحث، انا اتذكر جيدا محاضرة أنت ألقيتها وتم بها لما تحدثت على روح البحث العلمي. يعني مثلا مش بس مجرد أن نتبع خطوات البحث ونصل إلى نتيجة، مش مهم النتيجة، مهم أن ندير بحث يعني وبالطريقة الصحيحة. هذه مش صحيحة. نحن محتاجين إلى أن يكون لمراكزنا البحثية ولمؤسساتنا بحوث حقيقية تعكس الواقع، وممكن جدا انها تتحول الى نضال. مفروض يعني انا نقول
الاحداث، ولكن ما بين المعرفة والسياسة فيه تشابك. لا أرى بأن يعني هناك تنافر أو بالأحرى صدام، فيه مشاكل كثيرة تحتاج إلى نضال معرفي ونضال سياسي، لأن واقعنا سيء واحتاجنا غيره، ولا بد من نستفيد من كل الأدوات اللي موجودة لدينا. طبعا التضليل وسواء كان في المعرفة ولا حتى في السياسة، أنه يستخدم جزء من الحقيقة لغرض الوصول إلى الهدف السياسي، وهو مشروع يعني مسألة بتاع. لكن المهم أن يكون الأساس فيه تعددية سياسية وفيه آليات، اللي مهم يعني مش الطريقة اللي تستخدمها، ولكن المنهجية اللي موجودة، الإطار اللي أنت تشتغل به يكون في هذا الأمر متاح. نحن بعيدين جدا على النضال المعرفي، ومحتاجين أيضا إلى أن يعني هذا التشابك يزداد. إحنا ما نش منزعجين من نفصل بيناتها. نحن المشكلة الأساسية عندنا أن الأكاديميين والبحاث يكاد يكونوا منسلخين على الواقع، ما عندناش أكاديميين مهتمين بالشأن العام يعني بمشاكل المجتمع، بالعكس يعني عندنا سلبية قاتلة وغريبة. ولما يجد أستاذ ومثقف وأكاديمي مش مهتم بالأمر وشاقي غربي لقمة العيش وبداره ويمارس المهنة الأكاديمية يعني باسترزاق، يعني مجرد أن يأدهن اللي يحملوا هم الوطن سواء كانوا سياسيين أو أكاديميين أو مثقفين أو ذا، يعني نحن في أمس الحجم. أنا دائما نقول بأن زي ما يقولوا فرض عين وفرض كفاية، فرض في هذا الزمن الرديء اللي فيه الأمور يعني تزداد سوءا، فرض تكون فرض عين، مش أن كلهم يعني توا نحن نحكوا على scientific community يعني بيئة أكاديمية ومجموعة أعداد قيدت بالألاف تو، لكن فعليا ما فيش جي في مؤتمرات علمية يعني خليه بشكل هذه فيها شوية طرف، إن نحن نحكوا على ثقافة وعلى الفلسفة وعلى الشاهد، لا حتى في مؤتمرات علمية يعني متعلقة بدار المختصين يجوا في الجلسة الأولى بتاع الافتتاح ويصوروا ودار، وبعدين تروح حد بتلقى حد في مشكلة حقيقية في هذا الاتجاه. ولذلك أنا شايف إن الإشكالية مش يكون إن إحنا هناك أزمة نريد أن نفصل بينهما، إحنا نبغوهم يعني يتشابكوا أكثر يزداد. خليني محمد نقول لك أنا موافق على كل ما قلت، يعني ركت حسابي هنا نقول في كلام آخر. يعني أنا على مستوى شخصي، وأنت تعرف ذلك جيدا، أنا مخرط في الاثنين وبقوة في الاثنين. أوكي، أنا مش ضد، يعني أنا أتذكر مرة جيت لرئيس مركز بحوث قلت له أنا بندير محاضرة عن مبادرات سياسية طلعت في ذاك الوقت نحاول نبادرهم في وحدة، فدار مكالمة رئيس الجامعة يستاذن باش يعطينا قاعة، فرئيس الجامعة رد عليه قال جامعة بنغازي لا تدخل في العراق السياسي. أوكي، وكان ردي قلت له بهم منسوق العرب اللي يدخل في العراق السياسي إذا كان مش الجامعة تدخل فيه. أنا راه بالعكس، أنا أدعو إلى ممارسة الاثنين، أنا كل ما أحترز منه خرط الأوراق. وأنت قلت لي شنو الدوافع أني أنا دعيت المؤتمر شعرت انه موجه توره من حوالي 6 شهور، موجه يعني صاحبه عنده رؤيه معينه. اوكي، وقعد بهي فلان كيف درت، قال لي والله استكتبنا مجموعه، استكتبت مؤتمر علمي تستكتب هم اللي يجيبوا لك واختارهم خيره، هذا كان الدفع. بديت نحق في ايش اللي كان يصير زمان، يعني لا أحد يعتقد يجادل في أن المؤتمرات العلمية في العهد السابق كانت موجهة إلى حد كبير. أوكي، كنت أخشى أن شيء يحدث من هذا القبيل. أوكي، لكن للأمانة
لما حكيت مع المعني هذا طلع عنده سداد. خلينا نكون صريح، هو كان 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 مؤتمر على نقد الكتابة التاريخية في العهد السابق، وكان ديرته مكتب الدرنة يوسف عبد الهادي اللي محجوب على الملكية الدستورية. فلما جيت قلت له ايش داير؟ قال لي استكتب. كيف تستكتب؟ وبعدين حتى كان عنوان المؤتمر تشويه التاريخ في النظام. قلت له ما فيش مؤتمر علمي يبدا بالكلمه هذه، ما تصدرش انت. رجل اسمع لي. في الاثناء نحكوا قلت له به غير هذا اول مؤتمر علمي ديره دارنا. قلت له خليه يطلع كويس. فقال لي تعال لتبير ديره. قلت له انت دير نشاط مصاحب؟ قال لي دير جايب فرقه الزمن الجميل. قلت له حلو باهي جميل. قلت له نقترح عليك حاجه. قال لي شني؟ قلت له هو اصلا كان التاريخ عيد ميلاد الملك. فقلت له في اغنيه لعبد الوهاب ديرها اعتقد صالح جوده او عايز عباده. عايز عباده؟ مش عايز عباده، مو أبدا، اللي هي فاخر بإدريس العظيم. قلت له هذه الأغنية جميلة، ظلمت لأنها ما طولتش والجيل الجديد ما يعرفوهاش. فشرا تكلف الفرقة هذيك وافق على ما ظل. فعلا كلم الفرقة ودروها ووتوها. بعدين طلعت الفرقة عددها كبير جدا، ما عندنا شيء قام، فما صارش منها. قلت لي يا سيدي ما صارش منها مش مشكلة، خذ الأغنية تبث بين الفقرات نتاع الجلسات. تصور هو اللي وقفني قال لي نو، قال لي هذا مؤتمر علم. عجبتني يعني أنا اللي ندافع على الفصل. قال لي لا، قال لي أنت مش قلت ما تخلطش؟ قال لي برضه ما نخلطش. عجبتني الفكرة. فراهو انا اطلاقا انا بالعكس انا دائما الوم في اعضاء التدريس على انفصالهم التام من الشان العام. فقط انت لما تمارس اكثر من دور اعرف استحقاقات كل دور. نقطه، هذه الفكره بتاعك. انا يعني اتفق متفقين، لكن انا نبي المصطلح اللي حاطه قلته الاحتراز بين الخلط. الخلط شنو المقصود منه؟ اوكي خليني في غلوطه انا دائما نوظف الاغاليط. في غلوطه اسمها فالسي اوف ذا سترو مان، غلوطه رجل القش، ولها اسم اخر لي غلوطه الحلقه الاضعف. اوكي لاحظ تمسكت النقطة متاع المؤتمرات اللي أنا قلت كل المؤتمرات نظام مصابة كان كذا، صح؟ وإذا قلت لك إذا كان قلت أنا كل راني غلطان، لكن كونه إني أنا شاهد على مؤتمرات لا يجرؤ فيها أحد، أوكي؟ علمية لا يجرؤ فيها أحد أن يقول كلمة تخالف الكتاب الأخضر، أوكي؟ أنا شايف مؤتمرات يا ريت الفكر الكتاب الأخضر، أدب القائد. أنا شفت كلية خوري وهي تأخذ في دولارات عشان تقعد في تركينا باش تكتب علي الأرض الأرض والقرية القرية، يعني وأسماها مؤتمر علمي على أدب القائد. نشوف يعني من هذا كثير. فخلينا لا نقف طويلا عند النقطة هذه. لكن غير ذلك وأكد مرة أخرى أنا مع ما تقول. أنا لكن فكرة أن أنا عندي أفكار وبعدين جاء واحد طبقها، لا راهو استنى، ما نخلطوش بين ساينس وتكنولوجي. راهو الأفكار اللي تأخذ من العلم أوكي تطبق تقنيا هذه تكنولوجي. راهو السياسة مشكل الحلقة، مش جات نظرية علمية وخذناها ونطبقوها، لا بالعكس، جات الفكرة القيمية اللي عنده وجهة نظر في تغيير العالم، واحدة من آليات أذرعها المعرفة. ومجموعة مواضيع مش مسموح بطرحها، فهل نقدر أنا في الحالة هذه نقول أن النظام وجه
بمنع لبعض المواضيع ان هي تنطرح. فنقدر نقول ان جميع او كل المؤتمرات العلميه كانت موجهه لان لا يجرؤ احد على انه يتحدث في مواضيع معينه، فهو كان حصرنا في مواضيع معينه نقدر نحكوا فيهن، فهو وجهنا شور المواضيع عندنا وسكر عينا المواضيع الاخرى. ففي الحاله هذه قد تكون كل المؤتمرات اللي عندي كانت في النظام السابق موجهه شور مش موضوع واحد هو عن ادب القائد او غيره او عن النظام الجماهيري، ولكن شور مواضيع معينة تطلعوش من الدائرة هذه، احكوا فذلنا فقط. فهو كين نوعا ما موجه ولو بطريقة غير مباشرة، هذا التعقيب الأول. الثاني هو زي ما قلت دكتور، لا يعيب على العالم أو اللي يمارس النشاط العلمي إنه هو يقعد مسيس، لكن هو في الحال آخر حاجة ذكرتها في قصة الحلقة هذه، لنفترض أننا حضرنا بمخرجات علمية في تفسير الواقع، وجاء الشخص السياسي واستخدم الأدوات العلمية بحكم أن العالم وقف عند هنا وفسر الظاهرة ووقف حسب كلامك، فهو قاعد يراجي في المسيس أو السياسي أنه هو يجي ياخذ الاستنتاجات بتاعته ويوظفها. خاطئ هيك مش حيوم توظفها وين بيتوظفها إيه مش عارف، هو أفضل ما رام يرجيش في السياسي أفضل، هو فسر شين قاعد قيمة العمل بتاعه من البشر، لو 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 لم توظف المعلومات بتاعته في خدمة البشر. Knowledge is an object in itself. Okay. Objective in itself. Okay. يعني أنا أعتقد إن المعرفة قيمة بذاتها. Okay. كونك درست حاجة وفهمت ظاهرة معينة وما جاش حد وظفها، هذا لا ينقص من الإنجاز المعرفي اللي حققته. هذا رصيد. Okay. انت ما قدرتش، ممكن تجي اجيال اخرى وحتى ما جاش ولا واحد. يعني مثلا ورانا عرفنا في مجره بعيده ان الكواكب تدور فيها بطريقه معينه، ومجره بعيده لكن عرفنا وفسرنا حركتها، خلاص نحن قمنا بما هو حسبنا. هذه وظيفتي ساينتست. بعدين التقني عنده مهام أخرى، السياسي، لكن أنا اللي محتاج عليها إن راهو مش السياسي قاعد يرجي في المعرفة إيش يدير ويأخذ منه، لا هذا التقني بيديرك. It's the other way around. السياسي عنده توجه، عنده أفكار قيمية، عنده رؤية في تغيير العالم. أوكي، قد تسعف المعارف في التقليل من قيمية توجهاته، بحيث أن حتى المختلفين معاه قد يقنعهم. لكن أنا تمنيتكم حضرتوا محاضرة اندارت أول أمس، حكيت عليها بدي شوية، يشوفوا يعني كيف ال في البيور ساينس، وراهم نحكوا جماعة حاضرين، كانت محاضرة عالية جدا حقيقة، راقية جدا، وكان في two paradigms يشتغلون. تخيلوا كل واحد منطلقاته مختلفة تماما. أوكي؟ لكن شوفوا، لأن قاعد العلم هو اللي يشتغل، كان باستمرار القيمة ينزل، وكان باستمرار زي ما تقول قدرة على فهم الآخر. ليش؟ لأن أولا ما فيش واحد منهم عنده بهالمعرفة يدير أي حاجة أخرى، راهو التحلل من أي أغراض راهو يعطيك موضوعية وقدرة رهيبة في المعرفة، إنك أنت موضوع مشامك واجد، أنا تهمني الحقيقة. هذا السمو اللي يميز العالم. طبعا بالتأكيد هذا السمو له درجات، وحتى بالضبط وحتى حسب نوعية العلم، يعني قد تكون في الاقتصاد أقل لكن في علم النفس أعلى إلى آخره. حد تاني؟ تفضل. بدري حكيت على فكرة إنه ما يقدرش فيهم حد إنه يعطي إلا فرضية على فكرة قيمة معينة، فهل ممكن السؤال ده ما يعني هل هو بالإطلاق كامل إنه مستحيل وجود يعني قيمة تطلع بشكل موضوعي فائدتها، أو أنا ممكن مجرد تركيز على فائدة بروحها قيمة؟ يعني إذا كان عندنا سياق سؤال، هل بالإمكان ابتداء أن نجي يوم أيوة. جبنا by definition يعني هي قيمة by definition أنت
تعني ان في حد معين هو اللي قيد. هي شوف، هي انا ديما يعني تريد فرقوا لما نحكوا على القيم، نحكوا بين حاجتين، بين القيم المجتمعيه بمعنى القيم التي يوقرها المجتمع، وبين القيم التي يجب ان يوقرها المجتمع. لما نقول يجب راهو خشينا في الكلام الحقيقي، اوكي، يعني في القيمه بمعناها الحقيقي. السؤال، ما الذي يضفي على قيمه ما هذا الوجوب؟ في ألف إجابة، في اللي يقول النفع، في اللي يقول الله اللي يحدد قيمة الأشياء، في اللي يقول لا عندنا حاسة الضمير اللي يقول لك هذا قيم ولا لا، لكن ما فيش ولا يمكن تتفق عليه. By definition إذا كان هو التعبير يقول لك والله هذا value judgment، إيش معناه؟ معناه لا يحسن. By definition مشكلة القانوني أو اللي هو يدعي إن عنده معرفة قانونية ويشتغل ويناضل قانونياً معرفياً قانونياً وعنده ارتباط يكاد يكون ارتباط غير قابل للتجزئة مع السياسي، مع النضال السياسي، لأن هو يرسم سياسات، سواء كان نحكي على سياسات اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا ثقافية كلها. ف المأزق تخيل أنا إن المأزق عند القانوني بالدب مضاعف، خاصة بأن النص القانوني أو الحكم القانوني سواء كان نص مشرع ولا حكم قاضي عنده قيمة مجتمعية عالية. إحنا نقول الحكم القضائي عنوان الحقيقة، طبعاً يعني هذه فيها كلام، لكن وإن خلص هذا منصوص عليه لا اجتهاد مع صراحة النص. تخيل قيمة المعرفة القانونية رغم كونها ملوثة سياسيا ومشحونة قيميا ومليانة وبالتالي القانوني هو مجرد خبير ولن ينجو من إن حكمة يعني يعرض إلى أن يكون رأي يحتمل الاختلاف أو يحتمل الخطأ به، كيف وهو مفروض يكون جازم قاطع يسري على الكافة وعنده قبولية وعنده قيمة. مثلا احنا عشنا قبل الأحداث، قبل 2011 ما نعرفوش العدالة الانتقالية على الأقل بمفاهيمها بمعاييرها الدولية، وحتى العالم أصلاً مفهوم العدالة الانتقالية على المستوى الدولي الحديث، العدالة الانتقالية هو جايبة أحكام القانون التقليدي يقف عندها وما هوش عارف كيف يدير. نقصد القانون التقليدي سواء الأستاذ الجامعي العادي ولا القاضي الكويس والخبير واللي مشهود له. يعني مثلاً إحنا عندنا التقادم، عندنا العفو، يجي هو يقول لك في منظومته عدم الإفلات من العقاب وهذا، يعني أنا ما نبيش نخلي نتوسع فيها الموضوع، لكن حقيقة أنا شعرت أو حبيت نقول إن مأزق العالم أو المعرفي أو الخبير القانوني أعتقد إنها مضاعفة. يعني أول راهو نحكو الآن رانا مش في منطقة علم القانون، نحن منطقة فلسفة القانون. الحديث الآن راهو فلسفة القانون مش قانون. اوكي، حجينا اساسا فكره القانون شنو هو؟ يعني في الوضعي اللي حقول لك انت علاش تحكي، راهو القانون هذا مجموعه احكام يتفقوا عليها الناس، اوكي، ما عندهاش اي قيمه في ذاتها، اوكي، هي وظيفه لتحقيق مقاصد اتفقت عليها جماعه، اوكي. انحلت الان المشكله، ما عادش تمت انا في ظاهر بنفهمها ولا لم جماعه وتشتبوا اللي اتفقوا عليه هذين اخلاقكم حنديرها كم في نصوص، اوكي. طبعا هذا في مفهوم اخر، في لا راهو القانون هذا انعكاس للشريعه السماويه، اوكي، انت راك ما تستفتيش في حد، انت هذين فيه الالزام في ذاته. الجيل الأخرى متاعنا مصري يقول له القانون يقول له عايزها زاية به، أوكي؟ الترزي اللي هو إيش؟ السياسي عنده غاية معينة، حيجيب القانون يقول له كيفها لي، بالله بالضبط،
هذه قصة أخرى. ففي هذا الاختلاف أوكي، لكن أنا أميل إلى وصفه بالخبير منه بالعالم من الكلام اللي توه. ولكن أنا حقيقة عندي استفسار حول استخدام كلمة مناظر للعالم، هذه أرجو أنك تشرحها، يعني أنت فكرتك ليش تسمي مناظر؟ هذه نقطة. النقطة الثانية ربما تكون تصحيح لما ورد بشأن موضوع استعمار الفراء وكنا ما عندها بس نحكي فيها. أنا أعتقد أن الأبحاث العلمية اللي حكى عليها عمار بهذا الوصف وهي السائدة في هذه البلاد أوكي؟ اللي ملتزمة بالمنهجية بالشكليات وهذا الجزء هذا هذه الدراسات السابقة وهذا الفوت نوت وراه سنة الطبع قبل مكان النشر هذينا وجدات، لكن فت الجوش فيه أوكي؟ هذين هني ما فيش نظام، وهذا اللي قاعد نقول. أنت التفتيش هذا أو تقديم آراء جديدة أو إنوفيشن إبداعات. نعم. تسميه نظام؟ نعم وحقيقة. صراحة مش عارف. ممكن نظام نقول في الجانب السياسي. هو شوف رأوا في النهاية جماعة، يعني في النهاية وسيمانتك ديسبيوت، يعني قد تكون كلمة نظام مفتقيقة تمام أوكي؟ لأن الغاية بالمقاصد في النهاية، وأنا اخترت كلمة نضال لأنها واضح أن السياسة دائما توصف بأن فيها نضال، وأنا قاعد أقول رهو في حاجتين سيرا ويتخلط بينهم، فأثرت استخدام نفس اللفظ قد تكون مش دقيقة تماما، لكن زي ما قلت في النهاية العبرة بالفكرة. عفوا يعني بس أنا أتصور أن حتى في العلم فيه نضال، يعني لما طلع الرجل اللي كان يتحدث عن أن الأرض كروية ما كانش يناظر في فريق آخر وصار بيناتهم اصطدام ونظر في الأفكار. حاولت نعم مقتنعوش مع السلام لا في النهاية هو أثبت كلامه، بس هذا كلف عناء كبير، كلف وجهة نظر، كلف اصطدام في بعض النضالات قد تودي بحياة صاحبها طبعا وشنقوا يعني خدمات وملاحقات يعني هذا بس خليني صح حاجة رأيي مش قصة الأرض كروية أو تدور حول الشمس. أيوة. سوري راهو يا جماعة الأرض تدور هذه القصة راهو الأرض كروية كان عارفها أريستاركوس في القرن الثالث قبل الميلاد، عارف الأرض كروية راهو عمره ما كانت أرض كروية ولا لا اللي تو قاعدين يناقشوا فيها، رأيي القرن الثالث قبل الميلاد أريستاركوس مصري حسب حتى محيط الأرض قطرها تقريبا بالدقة اللي ماشي عندها رأوا قصة تدور لها. فلذلك أنا مع استعمال النضال معرفة في أمس الحاجة النضال معرفة مش بس النضال السياسي. أنا سمعت كلام واجد الحقيقة يعني في المستغرب يعني كلام واجد سمعته يعني العمل القانوني القانون طبعا علم هو من العلوم الإنسانية علم الدرجة الأولى القانون وبعدين القانون صلب للسياسة وعلى اتصال بالعلم السياسي وبالعمل السياسي هذا القانون ولا يتخيل أبدا أن ينصرف القانوني عن العمل الوطني والعمل السياسي وأعتقد أن في الندوة اللي كانت تتناول العمل النقابي والمؤسسي حكينا في الجانب هذا حكينا أن يعني من الشجاعة كان أن القانوني أو النقابي يمارس العمل السياسي والعمل الوطني وأن كثير من النقابات تأثر على خلفيات الاستغلال السياسي والنضال الوطني في الوطن العربي بس مش في ليبيا وحتى في ليبيا كانت بذرة للعمل النقابي كذا أجهض طبعا كما أجهض كثير من الآمال والأحلام بالنسبة لي في ظل النظام الصدر الأربع إنسان الفكر الواحد كان أنا شرفت في مؤتمر قانوني مش أحترم القانون في ليبيا اللي مفهوم بالشيلة لم تذكر وثيقة دولية واحدة وكل المؤتمر كان يصب في وثيقة حقوق الإنسان في عصر الجماهير فقط لا غير وكل الأوراق وأنا محتفظ ببعض منها تدور في هذا الفلك مش مسموح انك تحكي على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والله على الوثائق الحقوق المدنيه والسياسيه والله على اي مكتسبات انسانيه في مؤتمر دولي عقد في ليبيا فكل كانت يعني كانت موجهه ليش شوف احنا لما نتحدث زي ما قال الدكتور الجاجي نتحدث من كل غرض ما نجيش انا ندخل فكره معينه نبي نحط كلامي كله في قالب اني بدافع عن الفكره هذه لا تحرر انت من الشيء هذا تلقى نفسك
تقدم في الافضل. ولكن طالما نجد ان انا اسير فكره معينه ولا ندافع عليه نظام معين كذا مش هن مش هن مش هنبدا ولا حنقدم شيء ونجد اسير الفكره هذا. طيب المعرفه وين احنا من المعرفه؟ وين احنا من المعرفه؟ علي اربعه عقود من الزمن من التخلف ولا في غرام بالعكس. وين المعرفه؟ المعرفه مش فكره الجامعات هي والله تحكي يقول عندها 25 جامعه هذه بالعكس هذا دليل تخلف. مش كذا كانت عندنا جامعه واحده والله كل يوم يقروا يقروا فيها من انحاء ليبيا وكانت تخلص في علماء. كان عندنا كليه اقتصاد واحده شوف العلماء اللي جايين في مجال الاقتصاد كم وشوف الان شنو عندنا. حتى اساتذه الجامعات الان مع احترامي للاسماء الكبيره ماهيش مقنعه يعني حتى اساتذه الجامعات يعني على وشك ان يكونوا يعني شغل اموين في مجالات كثيره يعني. فانا بالعكس مع كلمه النظام مع المنصب عن النظام في المعرفه اكثر من حتى في الجانب السياسي. الكلام اللي قلته على العلم وسموه على التشيعات يقولوا هذا كلام فاضي كله وأن حقيقة العلم كما يمارس لا يختلف عن أي حزب سياسي وهذا مسكون مسكون راهو الجماعة العلمية اللي عندها فرادين معينة رأي هذه زي الحزب مش حيسمع لأي واحد ينتقدهم وإذا كان أنت عندك رأي مختلفة مش حينشروا لك وهم المستطرين آخره. برضه يا جماعة رغم نحن في ثقافة العلم لم يتوطن فيها بعد رغم نحن كأننا بديم بالسفر وبالتالي في تمييزات يبقون نحاس ما يندارن توا ضروري نفرز بين التقنية وبين الخبرة وبين العلم وبين السياسة. ليش؟ لأن هم ما وصلوش لها الخلطة هذه إلا بعد ما جت الوضعية المنطقية وكل شيء في مكانه وبعدين بدأنا المشي يعني تاريخ فلسفة العلوم اللي وصلنا الآن لما تقوله أنت الآن. أنا قاعد نقول هذين المراحل ما تقدرش تحرقن أنت. ليش؟ لأن مسألة تأسيس. نحن الآن في ثقافة ليست علمية تبي ترسخ مفاهيم أساسية تبي جيل الناس الجديد راهو جماعة ما تخلطلوش العلم بالسياسة. صحيح إنه مخلطات ترى لكن ضروري باش يعرف أولا استحقاقات كل واحد أوكي؟ وزي ما قلت أكرر أنا مش ضد أن يمارس المرء كليهما مارسهم كما تشاء لكن أعرف استحقاقات كل. فأنا زي ما أقول العمل متاعي تأسيسي أكثر منه في إطار شرح مفاهيم يعني بغض النظر عن الحاجة إلى القسم ما بين الاثنين نقول في قسم مشترك ذكرت أنت جزء منه في الاثنين. أنا حقيقة أن هذا الواقع المؤلم اللي إحنا عايشينه يحتاج إلى تغيير فهو يحتاج إلى نضال سواء كان معرفي أو سياسي. هذه قناعتي. مشكلتنا بأن نحن تعودنا على العمل الفردي سواء كان في السياسة أو في العلم. ما مش من السهولة جدا أن نحن يعني ننضوي في عمل جماعي ونكون قادرين على استيعاب الآخرين وعلى أن يكون في عندنا قدرة على أن نحن هذه زي ما ذكرت أنت في العمل المعرفي والبحثي وكل حد يشتغل بروحه وما فيش تراكم وما فيش عمل جماعي هذه الفردية مؤذية لابد أن ندرك ذلك ولها علاقة بالتركيبة يعني الذهنية والطريقة السلوكية اللي إحنا متعودين عليها. احنا عندنا يعني اشياء كثيره اساسيه لو تصلح الامور الاخرى حتبدا بالتدريج يعني وبالتراكم وما نتوقعش ان احنا هذا الواقع سيتغير من يوم وليله والله يحتاج الى زمن طويل والى ذلك. يعني عندما تفتح افاق البحث وترفع كل القيود اللي تقيد العمل المعرفي وعندما هذه التابوهات اللي يعني اللي موجوده زي ما الان يعني فيه تقييد بفكر يعني متدين واخذ الدين بطريقه ما هي صحيحه ووضع الخطوط الحمر والمحرمات ومخلي الناس مش قادره تتحرك. في اشياء كثيره لو فيه بحث علمي حقيقي في اشياء كثيره مش نحكي على حركه التنوير وكيف تغيرت أوروبا وكيف صار في ذلك. إحنا نحن في مس الحاجة إلى ذلك وهذا حيقودها
أصحاب المعرفة، مش هيتحدث فيها عامة الناس ولا دار. هذه مسؤوليتهم. لو نبحثوا فعلا في دار، يعني كثير من الأشياء اللي كتبت يعني من 1000 سنة يعني كانت كتبت بعد الدعوة وبعد وفاة الرسول ب200 و400 سنة ولا دار، يعني في أشياء كثيرة راعي ما كانت صحيحة، وإحنا وعندنا نصوص نقدر نرجعون لها، القرآن وفي أشياء يعني بالإمكان وبالعقل وبدار نقدر. المهم يعني قصدي إن هناك حاجة للتغيير، هناك حاجة لدار، وخصوصا في الذهنية. يعني إحنا مناش محتاجين إلى يعني تقييد أكثر منا إحنا مقيدين، بل على العكس نحن محتاجين أن نحول مؤسساتنا العلمية والأكاديمية إلى مؤسسات بحث علمي وخدمة للمجتمع وانخراط في مشاكل المجتمع وانفتاح. لا بد للجامعات من أن يعني تلغي الأسوار اللي حولها وتصبح دار والناس يكونوا في وسطها وهي تطلع للمجتمع ويكون فيه دار. دكتور نحن يعني وأنت شاهد يعني مش الآن، والآن رأوا أيضا في قيود حتى في في النظام السابق، وكان كل ما يقال ندرنا موسم ثقافي وفي أريحية في كل شيء، تحدثوا في موضوع الدستور، تحدثوا في مؤسسة المجتمع المدني، تحدثوا في ثقافة الطفل، تذكرها يا دكتور. صحيح فيه من زايد وجانا وقال أنتوا تعديت الخطوط الحمر، في واحد جاء قال ذاك الوقت من المؤتمر الشعب العام قال اللي جبتوهم هذول كلهم خريجي سجون. لو لم يكن إذا كان هم ناس لديهم ما يقولوا هم الأفضل في 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 دار، طبعا سجن سياسي أنا أقصد ما هيش دار. طبعا أنا نحكي على دار، لكن ذلك الهامش كان موجود. المؤسسات الأكاديمية لابد أن تلعب ذلك الدور، ولا يجب أن يكون فيها هذه القيود. رأوا كثير من القيود نصنعها لأنفسنا بأنفسنا، مرات نتخيله بأن هذا الوقت ما يعني جت بمبادرات فردية، جاء حد وقال ليش درتوا كذا، ليش تكلموا على الدستور، ليش تكلموا على مؤسسات المجتمع المدني بطريقة أخرى مخالفة، ليش تطرحوا حقوق الإنسان بطريقة أخرى، إحنا عندنا وثيقة. في من لكن ما كانش فعلا حقيقة ما يعني ما جاتش حاجة يعني ممنهجة بمعنى أن النظام كان يريد ذلك. الآن هم مش دارف، معلش يعني إحنا مؤسسة صغيرة وعندنا هذا الطموح وقاعدين يعني نشجع هذا الدار، مش نحن اللي نديروا فيه، يعني أنتم حضراتكم وهذا النشاط يعني الثقافي والسياسي والعلمي وهذا دار. لكن إحنا شنو مقارنة بالجامعة العامة اللي يمدها المجتمع، واللي يعني كان عندنا قاعة هم عندهم 50 قاعة، إذا كان عندنا 35 أستاذ هم عندهم 5000 أستاذ، ليش ما يكون في حراك؟ أنا أقول لكم الزمن اللي كانت فيه جامعة ليبيا في مدرج رفيق وفيه ذلك النشاط والحوار الثقافي والناس دارين، وكانت الجامعة منفتحة على المجتمع والمجتمع في داخلها، نتذكرها يعني كان لها أثر. هذا ما يجب أن يكون. ولذلك الدعوة الآن هو ليس الخوف والاحتراز من يعني الخلق. أنا أقول إحنا المشكلة الأساسية هو أن كيف هذه المؤسسات لا تطلع بهذا الدور في هذا الزمن الرديء، في هذا الوقت اللي دار. ومش بس هذه، والله أنا يعني بصراحة أقول لكم هناك نضال معرفي آخر غير مرئي، يعني عندما يتشبث الجميع بأسلوب التلقين والتحفيظ وبمناهج يعني عفى عليها الدهر، معاش دار. الآن اللي جالسين على مقاعد الدراسة في الجامعات، هذا نضال معرفي أنا أقول لكم، ومسألة أخرى دار، اللي جالسين على مقاعد الدراسة متوقع لهم يعملوا في سوق عمل الأربعين سنة الجاية هذه مختلفة تماماً على ما نحن متوقعين وما نحن تعودنا عليه وما اشتغلنا عليه. هل أهلناهم لأن يكونوا مستعدين لتلك المرحلة لذلك التغيير؟ الحمائية اللي موجودة الآن ويعني ده هو سوق العمل، وما نحن ده حيجي وقت حيقعد فيه سوق العمل منفتح
مع شيخ أولاد كم اللي قاعدين يدرسوا في هذه الجامعات الرديئة اللي تستخدم في أسلوب التحفيظ والتلقين واللي مناهجها متاع الخمسينات والستينات حيلقوا روحهم مش قادرين ينافسوا آخرين، والوظائف اللي في ليبيا اللي في بنغازي حيجوا ياخذوها ناس من وراء الحدود وراء البحار حتى مش تهنئ، حنلقى روحنا في وضع آخر. هذا النظام معرفي، يعني لابد أن يتم التركيز على ذلك. أنا أقول لكم إحنا نتحدث على يعني من 2009 ونحن نحكو على التعلم الذاتي المرشد وعلى الدرهي والنبذ الدار ومفتحات، لدرجة أن طرحنا أن ما عادش تكون فيه كتب منهجية، العلم خلاص تطور دار، نخلي يعني المصادر مفتوحة بحيث أن يكون فيه هذه المسألة فيه قصور فيها. ولذلك أنا بدري لما طرحت فكرة المغزى أنا نقول للدكتور الأولويات من نتحدث عنها راهي في كيف نستنهض هذه المؤسسات وكيف نخلي الناس يعملوا بشكل جماعي، كيف يطوروا من نداب حتى العمل السياسي. أساتذة العلوم السياسية والدكتور بلكي يدرسوا التعددية السياسية ويدرسوا في النظام الحزبي ويدرسوا في إدارة، لكن عندما يأتي الأمر للتطبيق متأثرين بالثقافة السائدة وأنا أقولها بصراحة، يعني أستاذ علوم سياسية محترم وعلى مستوى الوطن العربي مش حتى على ليبيا، يقول أنا بيكون مستقل. إحنا في زمن لا ينفع فيه الاستقلال، لابد أن يكون فيه عمل جماعي منظم، وهذا ممكن يكون جزء من النضال السياسي إذا كان حكينا عن الحاجة. أول حاجة عندي سؤال، هو النضال المعرفي النضال السياسي، المناظر السياسي اللي هو يناظر معرفيا حيوصل في مجالات معينة، يعني حيوصل الاستكشافات والاستدراكات جديدة ممكن تغير من مفهوم السياسي، ممكن تصير في تغيير في المفهوم السياسي بتاعه. فهل أنا التغير السياسي بتاعه في إطار المعرفي بتاعه هل حيكون فيه تناقض سياسي؟ يعني هل حيكون فيه تناقض ما وصل إليه من استدراكات جديدة معرفية؟ هذا سؤال بس للدكتور نجيب. يعني فكرة إن هل في مقنة أن لدي توجه معين وحاولت أن أوظف المعرفة في دعم هذا التوجه، ثم اكتشفت أن المعارف اللي وصلت لها تقوض أو ضد هذا التوجه. طبعا إذا كان اللي يشتغل هو العقلية العلمية وحنصدقوا بابر ونقولوا لا حيقولنا غلطان، أوكي؟ لكن لاحظ حاجة، لاحظ أن الفرضيات القيمية لا تواجه المعطيات الإمبريقية بشكل مباشر بما يتيح لها تقويضها. أوكي؟ يعني أنا لو عندي رأي يقول والله يا جماعة السرقة غلط، هذا رأيي، مش لأن ربي قال هكي ولا قانون، لا، أنا هذا حكم القيمة. هذا الحكم القيمي بغض النظر عن مصدره لا يمكن تثبت انه غلط، انه هو غلط باثبات انه في ناس يسرقوا. ليش؟ لان القيمي يتعامل مع ما يجب ان يكون وما هو كائن غير قادر على دحضه بنفس القدر غير قادر على دعمه. في هذه الهوة الفاصله بين الامبريقي والقيمي، فالكلاش اللي توقع انت لا يحدث اصلا. لكن مثلا انا فكرت في حاجه، مثلا يعني دائما أنا حكيت بدي على تعزيز الهوية الوطنية والاهتمام بالرموز الوطنية، فتخيلوا نحن عندنا رموز وطنية نحتفي بها، ففي دعوة إلى أن زي ما نقول نكشف عنها ونشوف تاريخها. بماذا لو أن التحقيقات هذين أسفرت عن أن اللي كنا نحسبوه رمز وطني هو في الواقع خاين وكان معطليان وكان بشين وضع هذا في الوقت؟ يعني أنت جاي بمنطلق تبي تعزز الهوية الوطنية، أوكي، وتجد حاجات تشكك فيك في رموزك الوطنية. أنا فكرتي أن أصلاً اللي تدير فيه غلط، أنت مالك ومال تعزز الهوية الوطنية كعالمة،
كسياسي كشيء مستفتى عنا مجتمع خلاص. لكن أنت ما تقوليش ومن واجب علماء التاريخ أن 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 يعزز الهوية وأن يحتفي برموز. كيف يحتفي برموزك؟ هو يكشف عن وقعهم. مش أنا بس عندي هاي ملاحظة تتعلق باللي ذكرتها الدكتورة جازية، فأنا حبيت نفهم وجهة نظرها. هي قالت أنها لا تعتقد أن القانون هو علم، ولكن هي تعتقد أن صاحب القانون خبير وليس عالم. وذكرت أيضا أن يعني يثير في ذهنها إشكالية عندما تقول أن الأساس في القانون هو عدم الإفلات من العقاب، وأن العفو، فكرة العفو وعدم الإفلات من العقاب، هذه قاعدة قانونية مجردة يعني عامة. القانون هو علم حي يواكب الواقع يتغير به، فهو علم مش خبير أنت جمدت في إطار معلومات وانتهت القصة. أنت يجب أنك أنت تواكب الواقع. علم القانون علم حي، يعني حاليا الآن لما نشوف هل كل الأشياء المتعلقة بالجينات، كل الأشياء المتعلقة بالنانو تكنولوجي، أليست هذه في حاجة إلى عالم قانوني يواكبها؟ ما هوش الخبير اللي هو جمد في إطار معين. فإذا القانون يعني من يملك ناصية القانون هو عالم، عالم يجب أنه هو يواكب هالعصر. وبعدين القانون أصلا في حد ذاته مليء بالاستثناءات، يعني عندك قواعد عامة اللي هي مثلا العقوبة والمش عارف والتقادم وهيك، ولكن الاستثناءات اللي أفرزها الواقع، الواقع حاليا يعني صدمنا بحاجات جديدة. إذا العالم هنا يجب أنه هو يطلع ويتصدى لها بأفكار خارج الصندوق اللي نحن تو نقوله كله في الصندوق في الصندوق. فأنا هنا أتحفظ يعني. هو خلوني أتدخل بكلمة ممكن نختم بها. هو شوف رأو ممكن الجدال هذا يستمر إلى ما نهاية ما لم نتفق على تعريف كلمة عالم أساسا. لو اتفقنا عليها انتهت المشكلة. أنا تعريفي العالم تعريفي العالم هو الشخص الذي يحاول أن يفسر ظاهرة ما بالاحتكام إلى نواميس طبيعية. هل هذا ما يفعله القانوني؟ إطلاقا. ليش؟ لأن القانون عنده حاجة خلدر فيها مثل الضبط. حل في مشكلة. لا، الضبط، ضبط السلوك الجمعي. راهو توا العرف علم، يعني ما اعتقدش انها مناسبة تقول العرف علم. ليش؟ لأنه يؤدي في وظيفة لا علاقة بضبط. فلما نتفق على المفاهيم سعيد جدا بهذا اللقاء. شكرا لكم، وطولت عليكم شوية لكن استفدت كثيرا من هذا النقاش، ونتلاقوا في مناسبة أخرى إن شاء الله.